مساء الخير. مساء النور. واش راكي بنتي؟ هذا الحمد لله، مرحبا بك عندنا. شكرا، نشكرك على الدعوه ابتسام. يسلمك ابتسام. ريحه الشابه راهي في المطبخ نتاعك، قولي لي واش حضرتينا اليوم؟ كل عادة كما كل العائلات الجزائريه، حريره، كيش. الكيش راني يعني نشوف فيهم شابين. كيش اوردر سالاد كومبلي. راني نشوف المعقوده درتيها كيما الوردات. وي في لا بوشا دوي خليتها وديتها في الفوق باش نقصوا الزيت على حتى لا سونتي تاعنا، على الصحه تاعنا. فوالا. اي بي ثاني سي بو. سي بو سي 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 بو. سي بو. زيت ثانيك الشرموله تاع الكبده والقلب ومسوم. هذو كامل ناكلوهم اليوم تيسان؟ ناكلو كاع شويه شويه شويه. فوالا. واني نشوف لي ديسير راهم بزاف. تحليات هذوك من بعد. من بعد نبداو دابور بالشربه. كيفاش درتي؟ عرفتي ريحتها يتهبل. الشربه الشربه ندي فيها كاع لي ليغوم. درتي كاع الخضر. كلش كاع الخضر، جلبانه، فول، زرونديه، كورجات. شغل شربه. كي شغل شربه. من بعد جو ميكس لو تو. ندير كل شيء يتقلى يتقلى، نخلي نعطيها وقت بزاف التقليه. من بعد باش نمرق. نديرها بالدجاج تجيني خفيفه على على اللحم. من بعد جو ميكس لو تو ونرمي فيها واش يكون عندك كيما حبيتي. انا تاع اليوم درت فيها تشيشه تاع الشعير. تشيشه تاع الشعير. صح. تشيشه تاع الشعير. هذه قصبر. قصبر سي نورمال. قصبر نعناع شويه ما تكثرش. لي زيبيس واش درتي فيها؟ لي زيبيس نورمال عادي. درت الضروك ماهيش كيما من قبل، كاين مش كيما من قبل، راه في الحانوت وكاين عند العطار كاين يعطيك توابل تاع الحريره. الحريره واجدين. واجدين. صح. نزيد معاها ملح فلفل قرفه، هذا ما كان من طبيعتي ما كثرش لي زيبيس. ومع التالي كيف كيف يعطيك اللي ديريهم في التقليه ويعطيك اللي ديريهم في الاخير، يقول لك فيهم شويه كرويه، فيهم شويه قصبر، المهم تروحي عند العطار يعطيهم لك، يمدوهم لك، يجيبوهم يجيبوهم متلمسان. متلمسان صح. يجيبوهم متلمسان. هذه هي الشربه. بون قولي لي برك لي كيش. لي كيش راني شايفتهم يهبلوا، كيفاش درتيهم ابتسام؟ كيش نطيب لاباط. بات بريزي نورمال. لاباط بريزي وحدها، لافارس كل وحده واش دير فيها. انت اليوم واش درتي فيها؟ درت فيهم لا فيوندا شي قليتها نورمال. كيفاش فيها شويه تاع لي كاروت على جال لي زونفون كيكونوا ما ياكلوش وكل شيء. درت فيها اون صوص بيشاميل خفيفه خفيفه. و كيفاش فيها فرماج. فرماج وخلط لو تو. هذه هي. ودرتها السوفلا في من بعد درتها السوفلا، درتها ابخي طيبت لاباط وحدها. من بعد درت لاصاص باسكو كل شيء طايب. شعلت عليها من الفوق اتيفو حبتها. باش السوفلا باش تطلع السوفلا من الفوق. سيتو هذا واش درت فيها؟ يعني شوف فيها الشابه هم طايبين حمرين ان شاء الله. ان شاء الله. والمعقوده؟ المعقوده فورت فورتها البطاطا، مرفتها نورمال ولا طحنيها في يفو با يوتيليزي الميكسور. في لامولينات. في لامولينات. درت فيها شويه معدنوس، فخوماج، وبيض، وديتها في لاباش ادوي. درتيها في الفوق تشعلي عليها كيف كيف من الفوق ومن التحت. شفتك راكي مديري بابي كويسون في الماء. ديري بابي كويسون في الماء. ما تبغيش كاع وما ديريش كاع لو بور. ما ديريش بابي كويسون طيبيها نورمال. جوال انا حسبتها باتا شو. كاين اللي يديروا وي سي فري، كاين اللي يديروا لا باتا شو او فروماج. وي شفتها بصح. غير معقوده. وي درت غير معقوده وحدها. ورافقتيها رافقتها بالكبده صوتي. شرمله. بالكبده مشرمله صوتي صوتيتها الكبده. صوتيتها. ودرت المسوم. بريزونتيتون كاع كيف كيف، اللي حب يديها في لاصوص يديرها في لاصوص، اللي حب ياكلها هكذاك ساك ياكلها هكذاك ساك مع الكبده.
واللي الخبز يعني شو درتي خبز كامل دو بان كومبلي؟ راه كاين راه كاين لا فارين كومبلي يعني الفرينه اللي ما ماش من القمح اللي ماش من منزوع منه القشره فوالا القشره نتاعو ايه ثانيك على جال لا تصح لا ديجيستيون هي يحارب الامساك هذه انت نوع ما برك اللون تاعها يجي مختلف يجي مختلف ودي لي كيف كيف حجي مينا نورمال عادي شرب يعني شو عادي عادي ايه ودي لي كيف العصائر العصائر انا دائما نبريباري من قبل جو سيترون جو سيترون المركز في رمضان نجبد بشويه ونديلويه في الماء كيفاش ديرو تيسان؟ انا نحفر باغ اكزومبل نحكم 3 كيلو ولا تاع قارص نسكرفجهم من بعد نحفرهم من بعد ندير انايا 3 كيلو 4 كيلو تاع سيترون ما نقيش والو كلشي نديرو في ليان كبير ندير فيه 2 كيلو تاع سكر ونخليهم بوندون 24 ساعه نصفيهم بالمبشور كلشي المبشور باللو كلشي 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 ابار كي نعصر نقيس العظم هذاك اللي يجيني من الفوق سيتو الباقي كلشي حتى حاجه ما تقيسيها درنا في باسينه درتيلو السكر درتو السكر وتخليه هكذا كي تخليه بوندون 24 ساعه تخلي ذاك السكر يبدا يذوب يبدا انسيرو كي تفوتي عليها تخلطيها باللاكويير ما تعمري كيما انا نعمرو جينيرالمون في القرع. ومن بعد صفيتيه. صفيه وي. صفيه في باسواغ تكون كبيرة. داكوغ. إيه ومن بعد تعصري ذاك اللب مليح. وي تحصر لك نورمال. تعصريه وتعمريه في كيما حبيتي كان يجيك مركز. إيه. كاين اللي عمرو في لي غوبلي، كاين اللي عمرو في هذوك لي بواط تاع الرايب، كل واحد انا عمرته في القرع تاع في القرع تاع البلاستيك صغيره ولا تجدي بالقرعه وتيتيليزي ديالو القرعه تدير لك واحد تخرج لك واحد 3 بوتاي اما القرعه تاع الماء القرعه تاع السيتخون مركز تخرج لك واحد 3 قرع تاع اون مينيموم القرعة تاع العصير تاع العصير القارص وزيتي عصير الفراولة أوسي؟ وي عصير الفراولة نورمال ما نضيفولوش سكر على جال الزوج تاعي يبدو با سكر يا درتلو عصرتو برك ميكسيتو في البلندر مع اون بانان سيتو هذا واش درتلو يعني طبيعي طبيعي كلشي طبيعي كلشي طبيعي تحليات هاني نشوف تحليات نبداو بلي فيغين درت لنا لي فيغين بالشوكولا لي فيغين اون فخيز اوفي بالفراولة لي فيغين اون فخيز خاطر هنا في مليانة الفراولة رخيصة شوية وي باغابوغ رخيصة على الغيميزان على يعني مليحة باغابوغ كيف درت لنا فيغين؟ لي فيغين درت في الأول حضرت لو سيرو درت ميكسيت لا فخيز سكر و ان بو دو ميكسيتهم ميكسيهم بالميكسر ومن بعد تنحي ان فيغ تخليه وحده تخليه وحده و ديري ان فيغ تاع ياغورت ولا دو بو ياغورت كيما حبيتي ياغورت ناتور مع انا درت اون بواط تاع ياغورت ناتور و اون بواط تاع ياغورت فخيز يسمى عملي ان فيغ دونك نحيت هذاك لو فيغ من قبل ما نديرو سيغ لو فو نحيتو بارد في بارد دونك صافي ان فيغ تاع لا فخيز بالسكر ميكسي وزدت ان فيغ تاع الياغورت و ان فيغ دومي تاع لا شونتيي تاع لا شونتيي هادو من بعد طلعيهم بالباتور صح فتفي لا موس اون موس الوغ لا موس دونك طلعناها الكاس تاع ديك الفراوله اللي درتي لها السكر فوالا ميكسي فراوله ميكسي بالسكر اي والكاس تاع الياغورت والكاس تاع الياغورت والكاس تاع لا شونتيي كاس على شونتيي وطلعيهم وطلعيهم صح في من بعد وهذاك لو غيست ديريه يطيب كوم ان سيرو في سيغ ان فو دو الباقي تاع ديك الفراوله اللي درنا لها الماء وكاع نعاودو نسقلوه فوالا باش يجعلنا كوم ان سيرو فوالا وتزيدي اونتخ طو تقسمي الفراوله اون بتي دي صح كنت ثاني بريباريت اون بات غريزي درت بها تحليه واحده اخرى تاع او شوكولا دوك نتمديها دونك واش درت في القاع تاع لي فيغين
ديت هذيك لاباط بريزي. ايه كان طايبه ديجا. كان طايبه ديجا. فتتها في القاع تاع الزيغين. تتها ملي ما عندهاش دير بيسكوي نورمال. دير بيسكوي دير الفتات تاع لا جينواز الا كنتي كونسيرفياتو في الكونجيلاتور. دي جينيرالمون راهم يديروا هذاك ماكا. واش كان عندك؟ انا بيسك جي بريباري هذه لاباط جي با فولو. دونك بريباريتها درتها في القاع تاع لي زيغين. درت فوقها لو سيرو هذاك اللي خليتي خليه يبرد سي تي صافي نورمال ومن بعد ترشيها بهذاك لو سيرو اللي درنا سور لو فو ومن بعد ديري لا موس بلا بوشا دوي ومن بعد ديري لا فخيز الفراوله كوبي اون دي ديري لها ثاني شويه ما تكسريلهاش كيما من الشهر شويه سيرو تعاودي ثاني اون اوتر كوش تاع لا موس وديري تكملي كيما حبيتي تحبي تزيدي اون شونتيي في البلون ولا تكملي بالفراوله الديكور من الفوق انت وما حبيتي ديري هذوك لي باتون هذوك او كاينين ضرب خير كيما حبيتي سا ديبون لي فيغين تاعك سا ديبون لي كوب تاعك سورتو كو لي فيغين تاع الزاج يعني يشوف طبقات يعني شفافه تجي شباب بزاف بزاف شباب لازم طبقات باش تبان لا فيغين لازم تكون هي طبقات يعني تاع هذيك لا شونتيي مع الكريمه مع الفراوله يعني شباب بزاف ايه واللي تي تارتلات والشوكولا شابين ثانية C'est une pâte brisée qui est la même chose. Qui va te dire ainsi, c'est la pâte brisée. La pâte brisée, d'être la farine, plus farine, plus sucre glace, plus un peu d'amande, et la farine, sucre glace, ou zebda ramouli. Ramouli, بيان اون بعد هي جينيرالمون تتلم وتخلطي ان نوف ان نوف ما تكمليهش كاع عيتينا تلميها بشويه بيت تتلم تلميها بشويه بيت تعطيك اون بات مال من بعد ديريها تبرد في الفريغو ديريها تبرد من بعد تعاودي تجبديها ديريها في الفيليمول تاعك يطيبو يطيبو من بعد باش تديري لا غارنيتور لا غارنيتور كيما حبيتي انا اليوم حبيتها او شوكولا درت الكراميل شويه من تحت في لاباط في القاع تاع لاباط تاع الكراميل دي رونديل تاع لي بانان بور شونجي دو غو ودرت اون موس او شوكولا درت فيها كيف كيف ثاني شونتيي شوكولا تاع الطالي شوكولا تاع الطالي تارتين شوكولا تارتين ودرتها في ال في ال في لي ساشي في لي ساشي و لي ساشي وريدات بلا بوشادوي جات تهبل وقبل ما ديري لها الكلاصاج تاع الشوكولا من الفوق لازم تدخليها الفريجيدير باش تشد روحها باش تشد روحها بيان سينو تذوب لك وتتخلط لك باش يبقى لو ديكور باين لاموس لاموس كيفاش ديري لها ابتسام قلت لك لاموس ديري لها لا شونتيي عاودينا ايه باش ايه ديري لها لا شونتيي بالحليب بالحليب نطلعوها ايه نطلعيها وديري لها باتا تختيني وديري لها لا باتا تختيني شوكولا لا شابه شابه بزاف اللي نشوف فيها درتي شويه لوز من الفوق وديري من بعد ديري النورمال شوكولا زايده نورمال انا نذوبها نذوبها انا جينيرالمون بالكريم ليكيد نذوبها ودرتها من الفوق ومن بعد ديكوريتها شويه باللوز محمص من الفوق صح شابه شابه بزاف وفي لونسين بور لي زونسون يحبوا الفلون يحبوا الفلون فوالا اي هذا تاي القهوه اللي نشوف القهوه يعني قلنا اليوم ما كانش طعام السحور بس كان طعام صحيح طعام ناكل اليوم غير التحليات ها ان شاء الله ان شاء الله على نشكرك ابتسام على الاستضافه نشكرك واش تقولي الاخوات في الاخير واش نقول لهم نقول لهم صحه رمضانكم وكل عام نتوما بخير وان شاء الله ربي يتعاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله اما انا سيدتي رايح نجاوب الاخت اللي طلبت لي العسل الابيض لو ميال بلون العسل الابيض قالت لك حبيت ان نوجدو ما عرفتش بون هنا واش ديري ديري نص لتر تاع ماء ديري 350 غرام نتاع سكر سكر عادي وديري 200 غرام تاع جلوكوز الوغ نص لتر ماء 350 غرام نتاع سكر عادي ونحتاجو 200 غرام تاع جلوكوز
الو حنا نديرهم في كسرونه ونطيبوهم مده 15 دقيقه. هنا تحسبي 15 دقيقه ابخي لا بروميير ايبوليسيون، معناها من بعد الغليه الاولى تحسبي 15 دقيقه. دونك كي تشوفي كي بدا يغلي حسبي وطفي، تحصلي على عسل ابيض. عسل ابيض هنا العسل الابيض نحتاجو باسكو نعسلو به كاين حلويات يعني اللي ما لازم لهاش العسل يكون ملون باش ما تفقدش الشكل نتاعها. يعني كي تشوفي حلوه وتحبي ديريها وتشوفي بانه تعسليها بالعسل الابيض وجدي وحدك في البيت. الوغ لي بيتي فور، طلبتوا لي بيتي فور الحلوه تاع الميزان. اخت قالت لك الزوج نتاعها يحبها كثير، دونك هنا عندي حلوه شابه وناجحه. الوغ عندنا 250 غرام مارغرين تاع التوريق تكون طريه، 250 غرام مارغرين تاع التوريق تكون طريه. عندنا 200 غرام نتاع سكر عادي، كاس تاع الزيت، 400 حبات بيض، عندنا قرصه ملح، وعندنا مغرفه تاع اكل نتاع لافاني، عندنا 4.5 كيسان نتاع فارينا. وهنا على حساب الفارينا، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، حنا حوالي 4.5 كيسان. عندنا لي فروي كونفي يعني الاخر كيفاش نقولوا الفواكه المجففه، لي فروي كونفي يعني هذوك اللي تعرفهم الاخت راهم يتباعوا في علب. ولا الوغ نعاودوا المقادير: 250 غرام مارغرين تاع التوريق طريه، 200 غرام نتاع سكر عادي، كاس تاع الزيت، 4 حبات بيض، قرصه ملح، انا مغرفه تاع اكل تاع لافاني، 4.5 كيسان تاع فارينا. تقدري دير 4 كيسان كيما 4.5 كيسان، قلت على حساب اللي دوك في طريقه التحضير نفهمك. بون ونحتاجو لي فري كونفي. الوغ البيض نمشي البيض، نبداو دابور بالزبده. الزبده نقطعوها تكون غامولي تكون طريه، نقطعوها قطع صغار، ديروا السكر وهنا نضربوا بالباتور، لازم لو باتور ولا البيتخا، ضربي مليح مليح بالباتور ومن بعد تضيفي الزيت بالتدريج، وراكي ضربي بالباتور ومن بعد نضيفوا البيض حبه مورا اختها، حبه وراكي تضربي الحبه، نضيفوا في الاخير الفرينه، الفرينه نضيفوها باليد، تحصلوا على عجينه تكون طريه باش نقدروا نخرجوها في لابوشه، ما ديريهاش سميكه يعني تكون ناشفه ما تخرجكش في لابوشه. هنا ديري عجينه اللي تقدري تخرجيها في لابوش بسهوله، فرشي بابي كويسون في البلات تاعك وخرجي زهرات صغار ولا ديري بالطول ولا وطيبيها في الفرن عادي عادي. دونك هنا كي طيب تلصقيها بالمعجون وتزيني جوست لي بو بالشوكولا، تعرف الاخت. دونك هنا قالت لك الزوج نتاعها يحب بزاف لي بيتي فور، الو قالت لك عوض يعني نشروهم، حبيت تتفاجئوا وتتوجدوا يعني، دونك حبيت تتوجدوا. نعم الوغ هنا دائما انا نفرح يعني لما نشوف الاخوات يحبوا يعني يفاجئوا الازواج نتاعهم، وتقول لك انا ما يروحش يشري من برا، لازم انا نخدم. احنا دائما قلت المرأة الجزائرية يعني شاطرة واللي تحب دائما تفاجئ وت يعني تفرح العائلة نتاعها. نعم بون عندي حلوه ثانيك سهله تاع الطبقات. الوغ عندنا نحتاجو 300 غرام مارغرين، نحتاجو 150 غرام سكر غلاس، 4 حبات بيض، فارينا، نحتاجو مغرفه كبيره تاع عجينه معطره تاع المشماش، 200 غرام نتاع لوز مورق، ولا ما عندكش اللوز ديري كوكو، معليش كوكو افيلي ولا لوز افيلي، كوكو يعني راه رخيص. نحتاجو 150 غرام نتاع مربى تاع المشماش، ونحتاجو ان باكي نتاع خماره كيميائيه. والفرينه حسب الحاجه بيان سور. الوغ انا 300 غرام مارغرين طريه، 150 غرام نتاع سكر ناعم، 4 حبات بيض، نحتاجو مغرفة كبيرة نتاع عجينة معطرة تاع المشماش، نحتاجو فرينة حسب الحاجة بيان سور، نحتاجو 200 غرام لوز أو كوكاو إفيلي، نحتاجو 150 غرام مربى تاع المشماش، وأن باكي تاع خمارة. ألوغ طريقة التحضير تبعي معايا سهلة لأنو طلبتولي بزاف
لي غاتو نتاع تاع البلا. الوغ في الماعون لي تروني فيه الحلوى نتاعك، حطي لا مارغارين تكون طريه، ضيفي البيض، خلطيهم مليح مليح حتى يتخلطوا كامل مع بعض، ضيفي السكر سكر كلاص سكر ناعم راكي تخلطي، ضيفي العجينه المعطره، ومن بعد ضيفي الخماره خماره، ومن بعد نضيفوا الفرينه بالتدريج حتى تحصلي على عجينه تكون متماسكه تكون شاده روحها. الوغ هنا نقسموا العجينه تاعنا على ثلاثه كرات، برك هنا نستعملوا الورق تاع البلاستيك. الوغ ديري ورق تاع البلاستيك فوق طاوله العمل تحلي عجينتك، تحليها قلت. الوغ هنا قلت نستعملوا ورق تاع البلاستيك فوق طاولة العمل. هنا قلت يعني علاش بلاستيك؟ باش يساعدك باش تقدري تحلي العجينة. الوغ ديري البلاستيك وحليها، حديري حليها هنا. كي نديرو البلاستيك تساعدنا العجينة ترفديها وتحليها بسهولة وترفديها بسهولة. الوغ تحليها بالحلال، ومن بعد تكوني موجدة البلاط تاعك، البلاط تاعك كل مربع أو مستطيل باش تقدري تقطعيها، يعني ما يجوكش لي شوت. هنا كي حطي حليتيها فوق البلاستيك وغطيتي بالبلاستيك، ترفدي غير البلاستيك وتقلبيه، تحطي عجينتك داخل السنيوة تكون مدهونة بالزيت ومرشوشة بشوية فرينة، تحطي الطبقة الأولى، ومن بعد تدهنيها بالمربى، ومن بعد واش ديري قلت المربى اطي كامل فوق الطبقة الأولى، ومن بعد زيدي حلي الطبقة الثانية بنفس الطريقة فوق البلاستيك وعاودي قلبي. يعني دائما تستعيني بالبلاستيك باش تجيك سهلة، لأن العجينة اللي انت فراجيل يعني باش تفديها بسهولة. ديري ثلاث طبقات، بكل طبقة ديري المعجون تاع المشماش دونك، وغطي بطبقة واحدة أخرى تاع العجينة. الوغ العجينة قلت التالية الفوقانية كامل أطليها بالمعجون، وذري فوقها اللوز إفيلي، اللوز إفيلي أو الكوكو إفيلي انتي واش عندك معليش، ودخليها في الفرن الطيب واحد 15 دقيقة على 150 درجة. الوغ كي طيب تشوفي تخرجيها من الفرن وتنطري فوقها شوية سكر غلاس بالصفاية، ومن بعد تقطعيها مربعات. هنا حلوة شابة بزاف، حلوة شابة بزاف دونك تاع الطبقات، وسهلة وما فيهاش بزاف المقادير، حتى الكوكاو إفيلي راه يعني في متناول الجميع، تقدري ديريها يعني وتقطعيها قلت مربعات وديريها في ليكيسات. دونك مليحة القهوة مليحة نعم. ألوغ هنا عندي ثانيك حلوة دونك حلويات، قلت دائما ركزنا على الحلويات الجافة. بغيت نجاوب برك يعني عفوا بيد ما نشوف واش نقدم لكم. بغيت نجاوب الأخت اللي طلبت لي قالت لي فيما يخص الحلوى، يعني كيفاش اللي مرمدة يعني كيفاش نحتفظ بها، والحلوى عفوا اللي مطلية كيفاش نحتفظ بها. الحلوى اللي مرمدة واللي يعني مطلية ما نحتفظوش بها مدة طويلة. إذا كان عندك عائلة كبيرة مثلا، عندك عائلة كبيرة ودرتي كميات كبار، ألوغ أنتي طلي واش تحتاجي، لأنه كاين بزاف عندهم ملومات، مثلا عندهم الحجاج عندهم جايين من العمرة، دونك تقول لك أنا ندير مرة واحدة. كاين أخت تانيك عندها نفاس، قالت لك عندها نفاس جست من بعد، ألوغ حبت تدير الحلوى مرة واحدة. ألوغ واش ديرو، من خدمي الحلوى نتاعك نورمال، خدميها عادي برك، ما تطليهاش كامل وما ترمديهاش كامل، اطلي قيس ما تحتاجي ورمدي قيس ما تحتاجي، قيس ما ناكلو. الغول اخرى خليها في علب، احنا حلوتنا ما تيبسش دونك احتفظي بها، خليها هكذاك يعني بدون تزيين في علب. كي تحبي تقدميها يعني كي تحتاجيها ما عليك، الا تخرجيها
من العلبه نتاعها، لانه ما نحتاجوش مجمد ولا هكذا، تخرجيها من العلبه نتاعها وتزينيها. تزينيها اللي تطليها تطليها، واللي ترمديها في الـ في الـ في الـ في, الـ في السكر ترمديها. دونك فوالا، دونك هنا من يعني مت لانه طلع حتى طلع كان طلع اللي ما يبس، ولكن اذا فات وقت لا يبس. يعني احنا لازم نحبوا طلع ولا الترماد يكون يعني يتو فري، يكون هكذاك جديد. حتىني كاين واحد الملاحظه، اخوات قالوا لي الحشوه ريتي بسنا الحشوه تيبس. احنا الحشوه تكلمنا عدة مرات على الحشوه، وقلت الحشوه تيبس لانه راكي تخلي الحلوه تاعك تبطى في الفرن. الحلوه عندها وقت، حلوه عندها وقت، عندها وقت لتعطيب. حلوه عندها وقت تعطيب، دونك من 15 الى 20 دقيقه با بلوس با بلوس، كاين حتى 10 دقائق كاين قسمه تنشف. دونك انت وكاين الحلوه اللي ما تحمرش، كاين الاخت اللي دي الحلوه تاعها وتخليها تسنى فيها تحمر، وراهي منقصت لها الغاز، راهي في الفرن والنقص منقصه الغاز، راهي يشربها الكوشه، وبالتالي الكاطو تاعنا بيسكو طري درتيه شباب ما يبس، ولكن الحشوه الداخل تيبس. الكاوكاو او اللوز عنده وقت تاع طياب، ما لازمش تفوتيه له. دونك المشكله في الطياب، دائما ما تنقصيش النار حتى الكوشه تشرب لك الحلوه، وثانيك ما تزيديش النار باش الحلوه تحرق لك. خير الامور اوسطها، دائما 180 درجه، وديري السنيوه تاعك في الوسط وقابليها. يعني ماشي ديري السنيوه وتروحي تلاقي في حاجه واحده اخرى. كي تكوني طيبي، نعطيكم طريقه، كي تكوني تخدمي خدمي يعني ديري عجينتك كامل حلوه، ديري الحلوه تاعك، وحتى الحلوه لما تريح طيب مليحه. الوغ النهار ديري فيه مثلا الصباح راكي تخدمي في الحلوه خدميها، ولا في الليل خدميها باه تبات تريح، باسكو في الليل دي فوا ما تكوني عيانه ما تشوفيش مليحيتو. خدمي في الليل الحلوه نتاعك وجديها كاع الانواع تاعك، ديرهم في لي بلا وخليهم. الصباح غير تنوضي تكوني اون فورم، غير تنوضي بداي طيبي. الوغ ديري نهار للخدمه ونهار للطياب ونهار للتزيين. النهار راكي تزيني لي تطلي تحطي على جهه لي، يعني هكذا ما تتعبيش، خاطر كاين الاخت تكون عيانه راهي تطيب منها راهي ترول منها سنيوتك راهي في الكوشات تنسيها، راكي لا هي بالعجين يديك معمرين بالعجين. دونك لا، ديري نهار كيما انا نخدم، ندير نهار للعجين كامل، نعجن كامل للحلويات تاعي، نديرو في لي بلا راهم يريحوا يعني في اللي نخدم. وغدوه من ذاك الصباح غير نوض نشعل الكوشه راني نطيب، راني ندور في الكوزينه ونطيب في الحلوه تاعي، نطيبها نقابلها، ماشي كيما تكونيش مشغوله ويعني تلهي عليها. يعني نعطيك نصيحه، انا هكذا نخدم. الوغ ثاني كاين كيما العيد، صباح العيد كي نديروا الخبز، ثاني كنديروا الخبز الشباب. تقدري ديري الخبز يعني الخبز كيما لابغيوش، كيما لابغيوش هو خبز ديريه الصباح، لانه بزاف الاخوات يديروا كيما انا نحب الصباح القهوه يعني تاع العيد، نحب الخبز، الخبز تاع الدار، نحطوا الحلويات كامل ونحطوا الخبز تاع الدار. الخبز تاع الدار هو شباح الميده، شباح الميده. دونك هذوك لي بتي با اللي مديتهم لكم في رمضان ودرناهم محشيين، لي بتي با اللي راكم شايفين عليهم درناهم في رمضان ودرناهم محشيين، محشيين بال 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 باللحم. دونك هذيك العجينه تقدري ديريها كوم دي بتي با للاطفال، يعني قلت لك ديريها خبيزات للاطفال يعني يشربوا بهم القهوه الصباح. دونك تطليهم لهم بالبيض، ديري ججلان، تقدري حتى باش تفاجئيهم تقدري ديري لهم شويه شوكولا، شويه شوكولا الداخل، يعني وتقدميهم ديرهم لهم الصباح، الصباح مع القهوه. دونك هنا ديري ثلاثه غرفيات تاع فرينه، غرفيات يكونوا صغار، ديري ربعه مغرفه اكل تاع البودره تاع الحليب، الوغ ديري مغرفه تاع اكل تاع السكر، مغرفه صغيره تاع الملح. هنا باش راحين نديروه يعني شديري نقصي شويه الملح، لانه هنا كي درناه بالملح تو درناه ما يعني درناه مالح، هنا درناه حلو. الوغ واش ديري؟ ديري زوج مغرفات ولا ثلاثه تاع السكر ونقصي الملح باش يجي حلو. الوغ نقصي قلت الملح وزيدي السكر، ديري زوج مغرفات ولا ثلاثه معليش، ونقصي السكر
باش يجي خبيزات حلوين. تحبيهم خبيزات خبز مالح عادي ديري كما وريت لك دوك، انا نفهمك بحنا نديروه مالح، ديري خبز مالح عادي. قلت ديري مغيرفة تاع اكل تاع سكر، ديري مغيرفة صغيرة تاع ملح، وديري باكية خمرة تاع القاطو، مغيرفة تاع اكل تاع خمرت الخباز، وثمانية مغيرفة اكل تاع زيت وماء دافي. هنا هذو كامل خلطيهم، من بعد خليه يخمر، ومن بعد فشي وديري كرات نفس الحجم، ومن بعد ديريهم على شكل حلي هكا بيديك وعاودي لفيهم غير على بعضهم هكذاك باش يجي خبز، خبز عادي. اطليه بالبيض وديري فوقه شويه سانوج جنجلان ولا شويه حب طيبه وديريه يطيب. هنا يجيهم خبز عادي باش يشربوا به القهوه الصباح بالزبده والمعجون. اذا كان حبيتي تفاجئيهم وديري لهم فيه شوكولا، نقديري نفس الطريقه، نقصي الملح وزيدي مغرف او اثنين تاع سكر، يجي شويه حلو. وكي تحلي ذوك الكرات تعطيهم شكل بيضاوي، حطي قطعه تاع الشوكولا او من الاحسن لا باتا تارتيني. لا باتا تارتيني هذيك اللي نديروها، كاين اخوات قولي واش هي لا باتا تارتيني، هي العجين تطلي راهي تتباع في علب وتجي شوكولا، يعني نديروها في الخبز للاطفال ايتو. ديري مغرفه ولفي كيما تلفي عادي كيما وريت لك، ديري خبيزه هكا طويله، تجي المحلوله ديريها من تحت، اطلي بالبيض وديري شويه جنجلان وخليهم يخمروا وعاودي طيبيهم. هنا تحصلي على دي بتي بان وشوكولا. دونك تحبي ديري خبز عادي بنشربوا به القهوه الصباح، تحبي ديري الاطفال خبيزات حلوين، دونك تقدري ديري نفس الطريقه، نص ديري حلو ونص فوالا، يعني للصباح تفاجئي الاطفال يحبوا هكذاك. يعني انا من الاحسن لو كان ديري الصباح في يعني في الليل، باه الصباح يشربوا به القهوه، اليوم في الليل يعني لا تشك ديري.